يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، درج على ألسنة بعض الناس قول الشفاعة يا محمد، ويقال ذلك عند التعجب، فهل هذا من أنواع الشرك الأكبر أو الأصغر؟ هذا من دعاء الأموات ولا يجوز، هذا من دعاء الأموات ولا يجوز. يعني يطلب منك الشفاعة، يطلبها من الرسول بعد موته، هذا ما يجوز. نعم.